نعود بكم الآن إلى سوريا والتطورات في دير الزور. معنا من القامشلي مراسلنا هجار السيد، والمزيد عن الاتفاق الذي أعلنتها السفارة الأمريكية في دمشق. تفضل هجار. نعم فضيلة، بالنسبة لمنطقة دير الزور الشرقي تشهد منذ الصباح هدوءا نسبيا، وخاصة بعد الاجتماع الذي جرى بين نائب وزير الخارجية الأمريكية والقائد العام لعملية العزم الصلب مع قيادات من قوات سوريا الديمقراطية ومسد، وأيضا مع بعض وجهاء العشائر. تشهد المنطقة هدوءا نسبيا، وأيضا بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وإعلانها السيطرة على بلدة البصيرة، وكما كان هناك معلومات حول سيطرتها على بلدة شحيل وذيبان بعد 7 أيام من الاشتباكات المتقطعة، والتي كانت تتهمها قوات سوريا الديمقراطية بأنها كانت عناصر تابعة للميليشيات الإيرانية وأيضا بعض خلايا تنظيم داعش. بالنسبة لمنطقة دير الزور الشرقية، التحالف الدولي حاول التوسط بين وجهاء العشائر وقوات سوريا الديمقراطية، لأنها تعلم جيدا بأن الميليشيات الإيرانية سوف تستغل أي اشتباكات أو أي أحداث تحصل في ريف دير الزور الشرقي وهي تريد ذلك، وأيضا تخاف على أن تزداد نشاط خلايا تنظيم داعش في تلك المنطقة. ولكن اليوم شهدت الحدود السورية التركية قصفا مكثفا واشتباكات متبادلة، وكان هناك هجوم بري على 3 مواقع مختلفة لقوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري، وتأتي هذه العمليات بحسب وسائل مقربة من قوات من المعارضة السورية بأنها رد على الهجمات التي تحصل والاشتباكات التي كانت تحصل في ريف دير الزور الشرقي، فقد هاجم 3 مرات منذ الصباح على بلدة تلتمر وأرياب بلدة تلتمر، وبحسب المعلومات كان هناك سيطرة شبه نوعية لفصائل موالية لتركيا على قرية تل الطويل في ريف بلدة تلتمر، وأيضا هاجمت 1 نقاط الجيش السوري في بلدة عين عيسى وأيضا في تل أبيض ومنبج ل3 مرات متتالية، ولكن بحسب مجلس منبج العسكري أنهم منعوا تسلل الفصائل الموالية لتركيا وصولها إلى أهدافها. شكرا هجار السيد في القامشلي.